مكملين معاكم بعد طريق، واهلا وسهلا فيكم من جديد. اهلا بكل الاشخاص انضموا لسماعنا حاليا. طبعا يوم الجمعه القادم 19/5 رح يكون في امسيه موسيقيه مع عازف العود عبد الوهاب كيالي. هو عازف التشيلو وعازف التشيلو فادي حتر على مسرح الرينبو، رح تكون على الساعه 7:30 المساء. طبعا اذا حابين تحجزوا او تستفسروا على 078-800-900. لنحكي اكثر عن هاي الامسيه معنا الموسيقي وعازف العود الاردني عبد الوهاب كيالي. اهلا وسهلا فيك معنا برنامج عطاري. فيكم شكرا. شكرا جزيلا على الاستضافه. بالعكس يعني احنا مبسوطين بوجودك، متحمسين جدا لهاي الامسيه، متحمسين للقاء العود والتشيلو في امسيه هيك ليليه جميله باجواء صيفيه، وان شاء الله كل المستمعين بيسمعونا يكونوا معنا في هاي الامسيه. بس ولكن حمسنا اكثر، احكي لنا عن يوم الجمعه، عن هذا اللقاء اللي راح يكون بينك ومع بينك وبين فادي. والله انا سعيد جدا طبعا اني اكون هون واعمل الامسيه يوم الجمعه. انا صار لي فتره طويله، انا ساكن برا الاردن وصار لي فتره طويله ما عملت نشاط في الاردن، فهذا اول نشاط من قبل كورونا، يعني من شهر 2/2020 اخر حفله عملتها. فالأمسية رح تكون رح تتضمن أعمالي وتوزيعاتي اللي أنا اشتغلت عليها، يعني تقريبا من 2012 بلشت ألف بشكل جدي وبلشت أوزع بشكل جدي من سنة 2015. ومؤخرا بلشت أكتب، يعني أفكر بمشروع بس لآلتين اللي هي العود والتشيلو. اشتغلت على المشروع بدعم من يعني بدعم منحة من المجلس الكندي للفنون، أنا ساكن في كندا، واشتغلت عليه مع عازفة تشيلو كندية اسمها شيلا هانيغان. ولما عرفت انه يعني رح ازور الاردن مباشرة فكرت، انا صديقي فادي حتر من فترة طويلة، يعني بنوجه له تحية، يعني حبيب يكون معنا. اكيد حبيبنا فادي، تعلمنا مع بعض في نفس المعهد في نفس الفترة، يعني في المعهد الوطني الموسيقى بالاردن. فمباشرة فكرت انه اوكي خلينا نحاول انه نقدم المشروع، وبصراحة تواصلت مع ادارة مسرح الرينبو، كانوا يعني متعاونين جدا، ويعني متحمسين انه نقدم اللي عندنا يعني بعد طول انتظار ويعني طول غيبة. واحنا اكيد متحمسين اكثر. اكيد 100%. طب شو المعزوفات اللي راح تقدموها بخلال هاي الامسية؟ هلا المعزوفات معظمها تأليفي ومعظمها توزيعي، يعني انا بألف موسيقى من 2012، بألف موسيقى آلاتية يعني شرق اوسطية بالمعنى العريض. يعني الموسيقى الآلاتية طبعا أنا لما درست في المعهد درست المنهج الكلاسيكي، يعني خلينا نحكي البشارف السماعيات القوالب الموسيقية الشرق أوسطية القديمة، وهذه القوالب هي شكلت تفكير الموسيقي، شكلت يعني كيف يعني طريقة التعامل تبعي مع الموسيقى وتفكير الموسيقي. وطبعا بس كبرت سمعت وبلشت أتعمق أكثر في موسيقى تركية، موسيقى إيران، موسيقى أرمينيا، يعني موسيقى المحيط موسيقى المحيط يعني المباشر لمنطقتنا. وهذه يعني هذه الأصوات اللي أنا بحس إنه بتعبر عن، خلينا نحكي يعني مقطوعاتك هي نتاج لما استمعت إليه مثلا من إيران تركيا، يعني هي هيك فيها هذا الدمج فيها فيها يعني انا في هذه كلها شغلات بسموها انفلونسز، يعني مؤثرات. عرفت كيف؟ لما تيجي انت مثلا بدك تصيغ جمله موسيقيه، يعني هاي كلها شغلات تدخل يعني بتدخل في تفكيرك. هلا القطع كل وحده لها قصتها وكل وحده تالفت بسياق خاص، فيعني صعب اني استعرضهم كلهم، بس هم يعني تقريبا في 5 مؤلفات راح يكونوا الي ومؤلفتين راح يكونوا للغير، انا وزعتهم على توزيعهم يعني بصوره بس بتخص الالتين هذول. ويعني انا الموسيقى اللي بألفها كتير بتتأثر بالأحداث اليومية، أنا يعني عندي دكتوراه في العلوم السياسية، فعندي درجة وعي كبير بالمحيط يعني التداعيات الأحداث السياسية. مثل الفنان الكاريكاتير اللي بيحضر كل يوم وبآخر إيش بيطلع بيه بهاي الرسمة النتاج للمحيط واللي عم بيشوفه حواليه. بالضبط بالضبط. فبتتفاعل مع حوادث، يعني مثلا واحدة من القطع ألفتها في 2014 بعد سقوط الموصل بيد داعش، واحدة من القطع ألفتها يعني في البال ألفتها بعد ما حضرت فيلم، يعني أثر فيه بطريقة كبيرة. وهيك كل واحدة منها المقطوعات إلها قصة. بس أنا ما بقدر مثلا أحكي، يعني جمال الموسيقى إنه في مجاز، في يعني في مجال للتفسير لكل واحد بيسمع غير عن التاني طريقته. بالضبط. ف
فبخلي المستمع يحكم يعني انه شو العاطفه اللي كانت عم بحاول اوصلها من طريق هذه المؤلفات والتوزيعات. جميل جدا. طبعا هلا انت بالسنين الماضيه عملت كثير من الحفلات الموسيقيه لنحكي، كيف عم بتشوف اقبال الجمهور على هيك نوع من الحفلات، خصوصا انه ما بيكون فيها غناء يعني هو بس معتمد على الموسيقى كامله؟ صح. كيف عم بتشوف اقبال الناس؟ والله انا اول حفله عملتها من هذا الطراز عملتها بال 2010 يعني قبل 13 سنه. بنحكي بالاردن ولا خارج؟ بالاردن. بالاردن. لا بالاردن. انا يعني اخر فتره معظم الشغل في الموسيقي في الاردن، طبعا بشتغل في الخارج ومؤخرا صرت اشتغل اكثر في الخارج لاني تفرغت للموسيقى، تفرغت للعزف وللتاليف وللتسجيل والتدريس حتى. بس بالاردن بتذكر قبل 13 سنه لما عملنا اول، يعني قبل ما الف حتى يعني، بس كنت عم بعزف موسيقى انا بحبها من القوالب اللي حكيت لكم عنها، سماعيات، بشارف، لونجات، قطع يعني يعني ما مش مألوفة، مش يعني الناس مش حافظيتها. كان الإقبال ممتاز يعني، كان الناس بحس إنه إذا الواحد عمل شيء متقن وقدمه صحيح. الجمهور حيحبه. صحيح. يعني ولكن يمكن إحنا اليوم إذا نسألك عبد عن الذائقة الفنية بشكل عام في المنطقة، عم بنحس إنها عم تختلف أو بتروح لمناطق شوي يعني. صح. يعني شوف طول عمره الموسيقى يعني طول عمرها في نخبوي وفي تجاري وما بتنافسوا يعني، هدول يعني هاي لها جمهورها وهاي لها جمهورها، ولكن عم بيزداد أو تتوسع قاعدة الجمهور ممكن يعني. أنا مش عارف، أنا متفائل أكتر لأني أنا شايف يعني أنا تربيت بزمن يعني ودرست موسيقى في زمن بالتسعينات كان سوق الموسيقى كتير محدود أكتر. كان المنتج الموسيقي كتير محدود أكتر. هلأ يعني أنا شفت ثورة موسيقية في الألفينات، الأردن أخرج في كل الأنواع الموسيقية، في الروك، في الراب، في العود حتى يعني، في الموسيقى العربية يعني أنتج مواهب وانتج ناس اكتسحت على الصعيد مش بس العربي، على الصعيد العالمي يعني. طارق بوكويك بيعبي مسارح وين ما يكون بالعالم يعني، باي مشروع بيشتغل فيه. اوتوستراد نفس الشيء. صح. يوم اوتوستراد امبارح كانوا في برلين مثلا يعني عرفت يعني. طارق الجندي صديقي العزيز يعني علامي على العود ومشهور يعني له اسم منتشر واسع، هذا الحكي ما كان قبل. فجماليه اليوم انه عشان في ثورة معلوماتية بتشوف اكثر وفي مساحة اكبر. مساحة اكبر. طيب على هاي السيرة قبل ما ننتقل لموضوع جذور بنحب نسمع هيك جزء طبعا من مقطوعة انت عاملها قبل ما نتحدث عن ألبوم جذور. انا بدي اعزف يعني مقتطف من معزوفة فرح اللي انا ألفتها بعد ما سقطت الموصل بالداعش. انا ألفتها يعني كنوع من المقاومة لانه نحن يعني بهاي المنطقة بنحب نعيش وإقبالنا على الحياة يعني، كل حبيت أكده من خلال هذه المعزوفة، فبحاول يعني بس هيك أقتطف منها شوي يال. وإن شاء الله إنه تعجب. فإن شاء الله يعني راح نكون على مسرح الرين، وخلينا نسمع. الموسيقى الواحد بيسأله بيجاوب فيها صح؟ طبعا
تسأل وتجاوب. شوف الموسيقى، الموسيقى الجيدة باعتقادي أي موسيقى بدها تحكي قصة، بدها تسرد، بدك تحس إنه في نسق جاي متكامل من بدايتها لآخرها، في تدرج وفي قصة وفي ثيم بنعرض و... رحلة بالضبط. طبعا أنت هاي آلة العود بلشت درستها وتتعلم عليها ب 89. 89 من وين إجا حبك؟ فضحتيني. فضحتي عمري. من وين ما شاء الله عليك. الله يخليك. من وين إجا حبك لهاي الآلة؟ أنا بصراحة العود درسته صدفة. أوكي. مش اختيار، انا كان عمري 7 سنين بال89 يعني احسب عمري صرت 40 ف بسنه 89 كنت سجلت في المعهد الوطني للموسيقى بدي ادرس ساكسفون لاني كنت ولد صغير وبدي صرعه يعني داير ورا. انت بدك مزيكا بس مش عارف شو او بدك ساكسفون بس ولد 7 سنين شو بيعرف. المهم ما زبط اني ادرس ساكسفون لانه كانت الساكسفون اطول مني. يعني انا كنت ليل هلا ليل بس يعني ولد عمره 7 سنين. المهم قالوا لي اختار آلة ثانيه وبالصدفه اخترت العود. يعني العود كان عشان المقاس يعني بتذكر استاذ صخر حتر يعني بوجه له تحيه كبيره أيسني عود صغير. يعني أيسني عود حجم أطفال مش عود حجم عادي وهيك بلشت. واحد ما بيعرف حاله يعني حبيتها دايركت ما يعني طبعا أنا بحب الموسيقى يعني أنا عندي دان تلقط التفاصيل. أمي بتقول لي يعني أنا ما بتذكر بس أمي بتقول لي إنه من وانت صغير بتهز رأسك وإذا في لحن تتفاعل معه يعني بهيك. عشان هيك يعني أنا بحس إنه التعليم الموسيقي يعني لازم الناس تعلم أولادها الموسيقى. فتح مداركهم ما بتعرف. يصيروا يفكروا بطريقة. هلا بجوز في أولاد ما بتحبها يعني ومش الكل لازم يحبها مش الكل لازم يتعاطى معها بنفس الجدية. يعني مرات كتير أنا بيجيني طلاب مثلاً بيقولوا لي أنا بدي أتعلم عود بس ما بدي أصير محترف. بقول لهم طيب مش مشكلة يعني مش بسيطة يعني بس لازم الواحد يتعلم الموسيقى لأنه ما بيعرف حاله. تتعلم على كبر ولا صعب الموسيقى بشكل عام؟ طبعاً تقدر تتعلم بس أظني بتكون أصعب صح؟ أي شيء بتتعلمه على كبر يعني أنت أوريدي عندك يعني عادات للتعليم بدك يعني تتعامل معها. أي شيء تتعلمه أنت صغير أسهل لك بيكون لأنه في شغلات خلص بتصفي ما بتفكر فيها. أنا يعني حلاوة التدريس إنه الشغلات اللي أنت لما بتكون يعني وأنت بتعزف ما بتفكر فيها بتضطر تفكر فيها لتفسرها للطالب. 100% عرفت؟ لا الكل يعني إذا ما بصح له يتعلمه صغير. أنا عندي ناس بتعلموا هم كبار يعني مشاريع تقاعد يعني. والحلو إنه هاي الآلة بتعزف بأحساسك أكثر ما إنه يعني بتحس ال. شوف أي آلة موسيقية بتتطلب فيها جانب ميكانيكي يعني فيها جانب بدك أنت عضلات جسمك يطلعوا صوت. هذا بعد ما تتجاوز هذا بدك تفهم موسيقى. هلا بدك تفهم نظريه موسيقيه وبدك تفهم بعدين يعني مثلا فريزنج كيف تعزف الجمله هذه بطريقه جميله بطريقه موسيقيه. وكل اله لها فردتها وكل اله لها يعني بالعود طبعا بضل قريب علينا لانه كلنا يعني احنا في علاقه بين العرب والعود بشكل طبيعي. نحكي عن البوم جذور قبل سنتين اطلقت هذا الالبوم وكان له قصه كمان وكان في صعوبات شوي وكورونا وكان صح. جذور انا مشروع بلشته هون في الأردن مع موسيقيين أردنيين في 2012. كان معي وقتها يعني الله يذكرهم بالخير ناصر سلامة محمد طهبوب غسان أبو حلتة مطارق الجندي. هاي أول حفلة عملناها باسم جذور. بعدين بلشت أكتب موسيقى خصوصي يعني للمشروع. بلشنا نسجل بال 2016 وكان يتقطع التسجيل لاني انا ما مش ساكن في الاردن من 2012 انا مش ساكن في الاردن فكنت بس اجي اسجل شوي واسافر ونرجع نسجل وهيك. ومحمد طهبوب كمان صديقي العزيز يعني عازف الكمانجة البارز ما كانش يعني ترك الاردن بهذيك الفتره فتاخر التسجيل حوالي سنتين ثلاثه. بعدين بعد ما تاخر التسجيل يعني بدنا نلاقي منتج بدنا نلاقي راعي قدرنا يعني الحمد لله نلاقي حدا يعني يتبنى العمل. وبعدين بعد هذه المرحلة لقينا ليبل. أنا بدي يعني مهم كتير الليبل زي ناشر الكتب يعني هو اللي ممكن يوزع لك العمل على جمهور يعني يفهمه. هلا أنا لقيت الليبل في تركيا في اسطنبول في 2019 والاتفاق كان إنه إطلاقه في شهر 3 2020 بعدين صارت كورونا.
هلا صار في قرار انه نطلقه ما نطلقه. انا يعني استعجلت لانه كان صار له 4 سنين خلص، حسيت انه هذا لازم يعني لازم اطلقه، لازم يشوف النور يعني كعمل. يعني ولازم يعني يطلع ولازم ابلش اشتغل بشغلات تانية بعديه، عرفت كيف؟ لانه اي مشروع بدكش تضلك بدكش تضلك معلق اكثر من اللازم. جذور يعني هي بداية أعمالي المؤلفة، بداية يعني هو أول يعني إشي أنا بنتجه باسمي. ففيه أعمال يعني كمان فيه مؤلفات باسمي ورح نسمعها إن شاء الله. إن شاء الله، أكيد يعني بالأمسية. وأكيد هاي كمان بدنا نذكر كل الأشخاص اللي عم يسمعونا أن يوم الجمعة القادم 19/5 رح يكون في أمسية موسيقية مع عازف العود عبد الوهاب كيالي وعازف التشيلو فادي حتر على مسرح الرينبو على الساعة 7:30 المساء. للحجز والاستفسار 07-8-809-100. حلو هيك نروح ننظف أذنينا شوي من الضجيج اللي موجود على السوشيال ميديا والأغاني اللي بنشوفها هاي الأيام. شكرا عبد الوهاب لك، تحياتنا أكيد لفادي حتر، وكونوا معنا بهاي الأمسية الموسيقية. شكرا كثير لك. شكرا لك. فاصل وراجعين.